السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان وفي كل زمان. أنا راح نخدم تحفة فنية بمناسبة فوز لاعب المنتخب الوطني الجزائري سعيد بن رحمة. والله يا خوتي، أنا في الحقيقة متابع وفي للمنتخب الوطني الجزائري، ولست وفي لأي فريق أو نادي في العالم. أنا يهمني المنتخب الوطني ولاعبي المنتخب الوطني، نشجع ما خاوتي الغال، ما ماشي اللي في الدم. وحبيت ندير هدية بسيطة متواضعة، هدية استطاعتي على كل حال، هذا باش نقدر نشكر بها ونشجع بها سعيد بن رحمة. راه جيد جدا. هيا بسم الله، سعيد بن رحمة. مليح هكذا، هي الوضعية على كل حال شوية شوية صعيبة الوضعية، نحاول نكتبها بطريقة صحيحة. بن رحمة، جميل جدا.